اشتراكك في القناة وتفعيل الجرس والتفاعل غيخلينا نوصل 100,000 فرد في هذه العائلة بحلول سنة 2023. خيار بين يديك، نضم لحملتنا توصيل القناة 100,000 اشتراك. تصريح الركراكي بعد نهاية اللقاء. أبدى وليد الركراكي مدرب فريق الوداد الرياضي سعادته بالفوز الثمين الذي تحقق على حساب النهضة البركانية في الدوري المغربي، وقال الركراكي: عدنا بانتصار هو الأغلى لنا هذا الموسم. الفوز جاء بعد مجهودات خارقة لتجاوز الغيابات والإصابات، وتابع: أظهرنا جودتنا، لقد أثبتنا أننا الأبطال، هزمنا بطل كأس الكونفدرالية بلاعبيه المميزين ومدربه الجيد، ونوه: لا أحد راهن علينا، أجدد فخري وإعجابي بعناصر الوداد الذي لم يخذل ثقتي فيه. وجدد: حرصت ألا أتابع نتيجة مباراة الرجاء كلا يتشتت تركيزنا، تعثر الرجاء يضاعف حجم الفرحة لأنه يقربنا من التتويج. وأوضح: أتفهم موقف الجماهير عندما رشحوا الرجاء للفوز في الديربي بسبب رصده مكافآت خيالية وتعاقده مع عدد أكبر من اللاعبين، ولفت: لكن يمكنني القول بعد تغيير المعطيات أننا الأوفر حظا للتتويج باللقب المغربي. وقال الركراكي: أشعر بالفخر قبل السعادة لأن هناك من استصغر ما قمنا به، مهووس بتحقيق الثلاثية التاريخية قبل التمديد. وأتم: تحقيق الثلاثية شبه معجزة، أسمع الكثير عن مستقبلي وأود الإبلاغ الجميع بأنني لست مهتم بموضوع تدريب المنتخب المغربي. نهاية الفيديو، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.